أنا في البوليفارد وورد بوليفارد. تعال تعال تعال. أنا في مكان خاص لبنايف. شوف شوف حوسة إلى الآن يعني ما بعد جهز المكان هذا صراحة. تقريبا نقدر نقول إنه جاهز صح ولا لا يا بنايف؟ إن شاء الله. بنايف إيش المكان الحلو؟ شوفوا ما بعد خلص المكان ولا أبي أصور بوليفارد سيتي لأن صراحة ما أبغى أوريكم لأن أبيكم تجون تشوفون بس بصور المحل بس عشان أبو نايف يعني أبيه إذا جيتوا إن شاء الله بإذن الله تشوفون المكان ويعجبكم ولا لا أبو نايف؟ بإذن الله يحييهم. وش ناوي تسوي هنا؟ يوناني ها؟ والله صح عليك صراحة المكان مو طبيعي صراحة جميل ومرتب خرافي أهنيك عليه. متى طيب تقريبا بتخلص كل شيء؟ اليوم بخلص كل شيء. أنا ترى كنت أصور لكم شوف انشغل قاعد يخلص الموضوع لأن لازم اليوم خلاص خلصت. ستيلا أسمعني يا ستيلا أسمعني أقولك شيء أقولك شيء تعال ورني المحل من جوا أسمع. وكم أخذ منك وقت عشان يومك جاهز أشوف المنظر؟ يا الله ما شاء الله يا المنظر جميل شيء بدون ترى البلاطين اللي مبارك. والله بعد شوف شوف صراحة بس ما بعد جهز المكان أي نص ساعة يعني إن شاء الله. يعني اليوم خالص بإذن الله اليوم جاهز إن شاء الله صراحة المكان طالع جميل صراحة ستيلا الله الله على المكان. عمر يا أبو نايف بنايف هذا الواحد اللي صار عنده افتتاح كذا يصير مشغول والله المكان حقك مو طبيعي والله انصدمت يمينا بالله مكان خرافي. يونان شكرا يا يونان والله انك فنان قسما بالله صراحه طلع المكان يفتح النفس صدق فرق عن هاون ها لا فرق صراحه ما شاء الله تبارك الله صراحه المكان طلع يفتح النفس وش اسمه نجدي يوناني أوروبي أي شيء موجود صراحة التفاصيل حتى بعد موجودة بالطاولات شيء مو طبيعي. الجلسات طبعا هذه الجلسات الخارجية حاطين فيه دفايات مجهزين شيء للشتاء مرتب صراحة. شايفين هنا في جلسات بعد فوق جميلة مرتبة صراحة المكان يفتح النفس. بل هذا في اليونان صراحة طلع المكان بالشبة شيء ثاني لأن يا أخي يكون برد هنا ففكرتهم جميلة صراحة جميلة مرة. شوف كيف طلعت صراحة جميل ما شاء الله تبارك الله والله عمر المكان تحفة صراحة والله جميل صراحة طلع شيء مرتب جميل ما شاء الله تبارك الله. طبعا البوليفارد هذا اللي هي قرية البوليفارد شيء مو طبيعي مكان خرافي صراحة مكان جميل تغيير جو مو طبيعي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. عمر يا فنان عمر بالله سؤال من وين ذي؟ أمانة عشان يدرون والله العظيم ما أمزح عشان جاية من اليونان والله أني طالب أغراضي 90% من اليونان كلها من اليونان والله أنك فنان يعني أي كتب عليها قريس بعد شيء وش اسمه قماش يعني أثاث من اليونان كلها أثاثك والله أني جايبها من اليونان والله صح عليك عشان كذا اللمسة يا شباب والله دوع المدني والله ما شاء الله تبارك الله تفاصيل المكان خرافية جميلة صراحة دفع المدني والله صح عليهم. طبعا هذه إيطاليا شايفين هنا اليونان
اقول لك موقعك استراتيجي، حتى العروض فوقك. شوف شوفوا شوفوا يا الله يخليه لنا، الله يخليه لنا يا رب. شوف الدرون والملك سلمان ما شاء الله تبارك الله، صراحه شيء 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 جميل صراحه. المكان يفتح النفس، المكان المكان مليان ما اقدر الف صراحه، لان المكان صار مليان مره ما شاء الله تبارك الله ناس، بس يعني معجبني انا، معجبني صراحه الديزاين اللمسات التتشز اللي في المكان، والله المكان فل، عشان كذا ما اقدر اصور الناس صراحه. الملهم شايفين محمد بن سلمان، الله يخليه لنا ويحفظه. مكانك 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 خرافي واستراتيجي صراحه، مكان مرتب وجميل. طبعا انا ودي اطلع من هنا عشان اصور لكم واوريكم المكان صراحه، جميل جميل مرتب بشكل، شايفين هنا شيء مرتب. طبعا الناس ما شاء الله زحمه الحين، شوف هذا ستيلا ما شاء الله تبارك الله.